رأى أقواما يمرون عليه، عليهم قمص جمع قميص، فهذا قميصه إلى ثدييه وهذا قميصه إلى كعبيه، أي يختلف حالهما. ثم رأى فيما رأى في منامه، رأى عمر بن الخطاب عليه قميص يجره. قيل له: يا رسول الله، ما أولته؟ قال: الدين. العرب تكني بالثوب عن الطهر، وثيابك فطهر. وأبو تمام يقول: مضى طاهر الأثواب، لم تبق روضة غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر. عليك سلام الله وقفا، فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. المقصود هذه شهادة نبوية لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بتمكن الدين منه وفيه. وقد دلت سيرته رضي الله عنه في أيام زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأيام أبي بكر ثم في خلافته رضوان الله تعالى عليه على تمكن الدين منه. والإنسان إذا رزقه الله عز وجل دينا متينا يحجمه عن المعاصي ويجعله ذا ورع عن أموال الناس وأعراضهم ودمائهم، كما كان الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه رزق خيرا عظيما. وقد مر معكم بلا ريب الكثير والكثير مما دونته كتب السيرة والشمائل والتاريخ والتراجم عن سيرة هذا الإمام المبارك والصحابي الجليل والخليفة الراشد.